افتتح سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة المركز الوطني لاستصلاح غازات التبريد والتكييف الذي نفذه المجلس الأعلى للبيئة، وذلك بحضور سعادة السيد إريك سولهايم المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة. ويعمل المركز على إعادة تدوير غاز التبريد للتقليل من الانبعاثات الضارة على طبقات الأوزون بالإضافة إلى إنتاج الغاز محلياً. صناعة جديدة وأفكار مبتكرة تنطلق من البحرين بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة بإنشاء مركز متخصص لإعادة استصلاح غاز التبريد، حيث يهدف هذا المشروع إلى تقليل الانبعاثات الضارة على طبقة الأوزون وتخفيف نسبة الاستيراد من هذا النوع من الغاز واستبداله بالمنتج المحلي، ما سيساهم في دعم الاقتصاد، حيث ستتحول البحرين إلى بلد منتج بشكل جزئي لغاز التبريد. اليوم حسب اتفاقيات مونتريال المواد ذي بيخف استهلاكها في البحرين حسب الاتفاق. المجلس الأعلى للبيئة ارتأى أنه هو يقوم بمشروع إعادة تدويرها للحفاظ على أسعارها، وفي نفس الوقت يقوم بتدريب الشباب البحريني بالتعاون مع معهد الشيخ خليفة للتدريب، بالتعاون مع تمكين لتدريب الشباب البحريني لخلق فرص عمل في مجال التكييف. المشروع بالتعاون بين وبين اليونب اللي هو برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وبتمويل من الصندوق متعدد الأطراف تم تمويل ذي المشروع وتم طرحه في مناقصة وتولاه اليوم واحدة من الشركات الخاصة. المواد المستنفذة للأوزون راح تتناقص كمياتها في تواجدها في البحرين اليوم. اليوم البحرين ل 2020 المفروض أن تتخلص من 40% من الغازات المستوردة، وتحديدا في نوع غاز اسمه R22 لازم تتخلص منه. البديل عن هذا الغاز قد يكون موجود أو غير موجود بشكل معين، ولكن ده المركز راح يعوض النقص الحاصل من 40%، وبالتالي له فوائد بيئية عالية. يعتبر المركز يخلق فرص وظيفية جديدة في مملكة البحرين، والمركز الأول من نوعه، ما عندنا مركز شبيه سابقا، تجربة جديدة وهي مدعومة بشكل كامل من المجلس الأعلى للبيئة. ويأتي افتتاح المركز في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتخلص التدريجي من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون بمملكة البحرين بتمويل من الصندوق متعدد الأطراف لبروتوكول مونتريال، وبالتعاون والتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة. إنه مركز متخصص سيساهم في إيجاد فرص للعمل ويحول الصناعات التقليدية إلى صناعات صديقة للبيئة، وذلك بإعادة تدوير الغاز المستخدم في أجهزة تكييف الهواء لاستخدامه من جديد، خصوصا وأن المكونات لن تختلف عن الغاز الجديد. في استراتيجية متكاملة لحد العام 2030، المرحلة الأولى بتغطي لحد العام 2023، والمركز ده أحد مكوناتها، هيساعد مملكة البحرين في منع انبعاثات غازات إلى الغلاف الجوي ضارة بطبقة الأوزون ومسببة أيضا للاحترار العالمي، وبالتالي بنستطيع أن احنا نحقق هدفين من خلال مشروع واحد. وفي نفس الوقت بنرسل رسالة أن المشاريع المتعلقة بالحفاظ على البيئة ليست عبء، ولكن قد تكون أيضا فرصة للصناعات الصغيرة للاستفادة منها فنيا واقتصاديا على المستوى الوطني، وخلق فرص للعمل ما بين الشركات والقطاع القطاعات المختلفة المتعاملة مع هذه الغازات. المركز الوطني لاستصلاح غاز التبريد والتكييف هو الأول من نوعه في المملكة، وتدار من خلاله شبكة وطنية متخصصة في تجميع الغازات واستصلاح ما يقارب من 400 طن من غازات التبريد بصورة سنوية، مع وجود خطة لرفع قدرته التشغيلية إلى 3 أضعاف، أي ما يقارب 1200 طن سنويا خلال العامين الأوليين من التشغيل، وبذلك سيساهم بشكل إيجابي في الاقتصاد الوطني. خولة الجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.